مرحبا بكم. الحلقة السادسة من فاميليا تايم، حوار خاص مع النجم التونسي حسين الدوز، علاقته بالمرأة، حكاية الحب في حياته، والموسيقى اللي ما توفاش. يا دارت وريحتك هاجر، ريح دمك تحير دمي، نعشق موتك نعشق فناك. كوفريني أعطيني دم، بدل السلاح، ندخلوكم العالم جو فري فاير ونكتشفوا برشا حكايات. عجبني بها كان في طبيعتها كيفاش تلعب. بدي تعرف طبيعتها. حاجة سبيسيال، لا في اللعبة. متابعة خاصة، العرس منال عبد القوي. كيفاش في جمعة تضعف 5 كيلوات بالسبور والرجيم؟ السبور للسبور. مش سبور تمشي له باش تضعف، مش معناتها اللي انت ماكش باش تطيح في الميزان، رد بالك. برشا فقرات وبرشا مواضيع تستنى فيكم، مرحبا بكم في فاميليا تايم. هذه مادام تسمع كلامي باش تولي تهني وتغني. تهني وتغني. فرحانين لكم بحضانا اليوم في فاميليا تايم النجم التونسي حسين الدوز. حسين نورتني، مرحبا بك. اهلا وسهلا، عسلامة. عسلامة بالناس اللي تفرجوا فينا على القناة التاسعة، شرفني برشا اللي نجي عليك، وان شاء الله نعملوا برشا جو. ان شاء الله برشا جو. جبت لنا الجيتار، جبت معايا الجيتار. مادام فما فن لازم تكون فما القهوة وكعيبة الحلو. هذيك عادة وعويضة تاعنا، عادة هذيك ما نقطعوهاش. نذوق الحلو مادام زروق نبداو نحكيو. عاد حسين، عاد مع كل اباريسيون لازم يخلق البوز وكل بوليميك ويخلي لك لبيت. مانيش كونتر البوز، مش حاجه خايبه تحسها بيجوراتيف. أيه. البوز ليه ما يقلقنيش، اما كي تجيب حاجه جديده خاطر فما برشا غوشيرش التالي وبرشا خدمه وبرشا هكا انسبيراسيون الهام ودرا شنو، مش كيما جوست خمم ما يسمع تو نعري سيقي ولا تو نعمل هكا وجوست ريان كو بور فيغ لو بوز. انا مش غادي نحكي لك على بوز عملته باغ اكزومبل عام ناول في يوميه في التصاور. وي فرحان بها الاكسبيريونس هذيك، ولا باش نعاود العام الجاي. وعلاش علاش نندم عليها؟ مندم على ساعة، مندم على شيء ساعة أولا. ثانيا تعرف نترين وقتها دو فوا باغ جور سبور وليت. وأختيست يلزم تكون لاهي بروحك، وأرتيست يلزم تكون عندك إيماج مزيانة هكا ولا ما تصورش أرتيست ما يخممش في إيماج نتاعو. والكالندري قلت وي سي اون بون إيدي تخي أوزي، ما يهمنيش. تخي أوزي. تخي أوزي مي جو مون فو، مي كي تقارني بالعالم ماهيش أوزي بالكل. بتدخل الإيماج اللي أنت قاعدة تسوق فيها نتاع متكبر شوية. ماهيش مقصودة. ممكن انا طريقتي غزرتي قويه صحيح. ايه. يقولوا لي عندك غزره قويه، ممكن هذاك شخصيتي. عشان تاعك الكحول كيتكحل وكل تولي. الكحول في بالك تراديسيون في العالم العربي. ايه. نتاعنا حتى جدودنا مقبل راهم يكحلوا، وممكن الكوتي كاريزماتيك اللي عندي. ايه. الشخصيه القويه اللي لداخل يمكن هذيك يقولوا عليها متكبره. مينا بالعكس انسان بسيط جدا جدا، حياتي كلها نعمل فيها موسيقى ونخلق ومع الفن ومع البيانو ومع الجيتار ومع النساء ومع الجو. ديما تاكد على النساء. يوم خاطر المراوين في حياه حسين. المراه موجوده في امي ربي يفضلها، عايشك موجوده في خواتي، موجوده في اصحابي، موجود في الناس اللي كيب كلها اغلبيتها بنات تخدم معايا. المراه اللي نقصد عليها المراه الاخرى معناها. فوالا هي انا مشكلتي حبيت في حياتي برشا مرات. هي. وقصيت منهم الحاجة هذوما. شو اللي قصيت منهم؟ مثلا تليعت منهم. مثلا فما أغنية اسمها عشقة عملتها. ايه؟ معناتها عشتها بالحق، كنت نحب طفلة شعرها ماتت معناتها على خاطري بالحق. حبت تنتحر معناها؟ اي والله، خاطر ما نجموش كنا مع بعضنا دونك تأثرت برشا. انت تموت وقلبي يحيا، انت تموت وروحي تحيا، دنيا فنات وانت تتبختر، الدنيا دارت وريحتك هاجر، ريح دمك تحير دمي، نعشق موتك نعشق فناك، نموت على ريحة الرب اللي خذاك، نموت على أصلك وعلى سماك. موت يا سمراء، موت وقت العروق الحية، موت عشقي سنديد أقوام الموت، موت يا سمراء، موت وقت العروق الحية، انت تموت وانا نحيا.
حسين اللون اللي تقدمه لوبيرا برشا بثاني يقول لك مازال ما عندناش اقبال كبير فيه كجمهور تونسي. بالعكس فما ببليك ولا في تونس عندنا مثلا الاوركستر سيمفونيك، عندنا شو اسمه حافظ مقني عنده زاد الاوركستر نتاعو، اما كجمهور شويه ككونسوماتور للنوع هذا. اما انا نقول لك كثر على قبل ديجا ما كناش عنا، كنا عنا اوركستر خبركة سيمفونيك ديجا ولا وزوز والكورال ولا برشا. ممكن نستناو عرض كبير فيه حسين دوس اللي الكورال الكبير اللي فيها 300 واحد يغنيوا معايا. آه. نجم نهار نلقاوك في راب؟ يعني علاش لي؟ وفيه برشا اي بالعكس. فماشي مثلا نهار اخر نلقاوك مع رابر انجيو، شكون مثلا تتصور موجود اليوم في تونس؟ نسيل مهف مثلا يعجبني، بالتي شكون اخر؟ حمزاوي قبل تو ما عادش يعمل حمزاوي. ما عندكش هكا تتفرك ليش تو غنيه هكا كانت تعودها تنجم تخرج منها حاجه؟ صعيبه ما نعرفش. انت عاوني قول لي. نعطيك انا باغ اكزومبل زوز ثلاثه اغاني نعطيك بالكلمات نتاعهم مثلا وانت تردهم لي تو اوبيرا. باهي اوكي نجربوك تيست مسيو. باش تستسيوني في الراب سبع غادو. او يا عالم اوكي يا ربي معروفه عاد. اي ترى كيفاش تقول لي أوه يا عالم حياتنا برشا أسرار. أوه يا عالم عبت في الموت تختار. أوه يا عالم حياتنا برشا أسرار. أوه يا عالم عبت في الموت تختار. كيفاش بحتي خيالك؟ بيان سور. كيفاش بحتي خيالك؟ لا وسع على بالك، قلبي نقز من الضلوع مشالك، قلبي نقز من الضلوع مشالك. شوفي انتي فين وشوفي انا فين، شوفي انتي فين وشوفي انا فين. يا نوارة العيد انتي فوق الشمس في العلالي. يا نوارة العيد انتي فوق الشمس في العلالي. يعطيك صحة حسين. ميرسي. مازلنا باش نسمعوا هذا ومازلنا باش تطربنا بالجيتار نتاعك. افيك بليزير. احنا في فاميليا تاي مواضيعنا تهم العائلة. وانا نعرف انه عندك هكا اوغلاسيون تري سبيسيال مع الوالده ربي يفضلها لك الموجوده تحيه دايوغ، وهي التانسبير زاد برشا غنيات وحتى مره عاونتك يظهر لي في غنيه. قبل ما نسافر وقت لالمانيا باش نمشي نكمل وقت قرايتي قعدت انا وياها في هكا في سالها ديما نقعدوا قعدت سامبل برشا كيما اي ام وولدها، وبدات تتكلم بدات تقول لي في كلام تقول لي يا ولدي يا عزيز عليا سما اسبيغي وقتها يا ولدي سي ظلي باش نقعدوا نغنيو مش باش نتكلموا وقتها الكلام هذا نتاع امي مش نتاعي انا. يا ولدي يا عزيز عليا نحبك ديما قريب ليا، يا ولدي يا نور عينيا تفكرني وطل عليا، يا كبدي يا ولدي ارجع لي وعنا قمك يا غالي، حتى في نومك انا نحير عليك وماذا بي تحكي علي بي في صورك انا سهرت علي، يكبر ولدي ونفرح بي. يا ولدي يا عزيز عليا، يا ولدي يا نور عينيا، يا ولدي يا عزيز عليا، يا ولدي يا نور عينيا. تخيزة تشيل العائلة انت حسين. أوي. اي معناها حسين ولدك نهار اخر ما تخافش انه يجي يقول لك مثلا بابا شو الفن اللي قاعد تقدمه هذا شو هذا؟ اي ينجم ما يفهموش ينجم كيما هو برشا قلت لك في تونس ما همش فاهمين توا على خاطر يمكن انا خممت برشا في الكرياتيفيتي وبعدت برشا على المستمع العادي. يمكن توا في البروجي هذا الجديد اللي نعمل فيه باش نحاول نقرب اكثر للعباد ونحاول نفرح العباد. هو بريتو هذاك الفنان شنو رسالته في الدنيا اللي هو ينحي شويه الهم هذاك والحزن وكل شيء. انت كنت منكد عليهم؟ لا كنت ما كانوش فاهمين برشا يمكن فبرشا بيبليك ما كانش فاهم
يسخبني نعمل في الباز وكها وعرفت ممكن في 2021 باش نكون باش نولي دانسور كونفيرمي حب معناتها قاعد نخدم كل نهار باش داكا اي سا فايتر حاجه حلوه معناتها في السبيكتاكل نتاعي كارتاج حلم برشا ناس يشوفوا برشا انه انت كنت من الناس المحظوظه انك تطلع الكارتاج قبل برشا ناس اخرين تستحق ممكن اكثر من حسين صحيح صحيح وانا انا الساعه مزك بديت معناتها كاريري مازالت كي بديت ما عنديش برشا نخدم وسيتي اون شانس اللي نطلع على على كارتاج صحيح بعد كارتاج المسؤوليه كبرت دونك يلزمني وقت نبدا نخدم وهذاك اللي قاعد يصير تاويك نحضر في في حاجه اكبر برشا من اللي عملته في كارتاج سيتي كومبلي نهارتها وفرحت على الاخر والناس كل فرحت والحمد لله اللي تي كلاسي وقتها كومبلي ولقوا برشا شك وقالوا هذا مش جمهور داخل جوست الحسين هذا اي جمهور شنو كارتاج ما شفتش كيران ممكن كيران جابوهم و... كيران ليه ظلي ليه بكرههم وبحليهم زاد عبيد هكا مزيانين برشا اي بس شنو راك سمعت وقتها راك سمعت برشا كلام سمعت وقتاش بيريود انت في كارتاج معناها ليه انا سمعت بحاجه برك ما تسمعش اسمي تحبش تسمع ليه نسمع سهاوش نقول لك شو سمعت ايه. سمعت اللي مثلا لعبت تعاطفوا معايا خاطر خاطر ثبت المطر وقتها لو 4 اوت هو كان بروغرامي لو 4 اوت ولا لو 10 توخر لعبت تعاطفت معايا يقول لك ديجا اول مره وعلى مربي بيه وقادر يحضر كل شيء وثبت المطر بالزهر جاو كل كل زعما وتاثروا ممكن لعبت دي وساهمت بالحق ساهمت في الكوميونيكاسيون تاع تاع الكونسير والناس كل تو يحكوا به الكونسير هذاك برشا متواضع لا هاي بقول لك مازال كبديت مانيش بالحق مانيش حاس في روحي ما عندي حتى علاقه بالتواضع حاجات بالحق هذوما ودايوغ لو 16 فيفريي نهار الاحد هذا لو 16 فيفريي دونك عيد الحب احنا هو لو 14 عيد الحب مي لو 16 خاطر سان ديمونش عملنا لو 16 خير للناس في المسرح البلدي سا فيتر شو اكستراوردينير نستدعى التوانسه الكل النساء والرجال والصغار والكبار باش تجيبوا حبيباتكم و وتجيو تحتفلوا مع حسين وتجيو تحضروا وان شاء الله نكون انا جوز انسبير للحب زاد دكا اي على على الجو هذايا على الحب اي على الحب غري هكا ندندنوها مع بعضنا يس يس انا سيليباتير توا دونك نجم نغني هذايا كي ذيق بك الدهر يا مزيانة كي ذيق بك الدهر يا مزيانة والدور 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 ما تلقاش غيري أنا كي ذيق بك الدهر يا مزيانة كي ذيق بك الدهر يا مزيانة كي ذيق بك الدهر يا مزيانة والدور 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 ما تلقاش غيري أنا الفنان سنسيبل اما ديما يخبي دمعته دمعتك سهله ولا صعيبه حسين علي دمعتي صعيبه برشا ما نحبش الكذب انا ما نحبش يكون مثلا يوعد بحاجه ويخلف ولا يجي يقول لك انت محليك في وجهك وبعديك انت تدور منه ويعمل هكا بكيت اليوم في مهرجان ولا بعد لقاء ولا في بلاتو تازه ولا في برنامج حسيت في الاخر ما عطوكش قدرك ما عرفوش قيمه حسين وجعتك بكيت وقتاش كي طلعت جوست كي طلعت فوق كارتاج حليت الداية الفوق هكا للسماء وهكا فما فما ايموسيون قويه جاتني دايوغ حطيتها في الانستغرام تصويره سي ان مومون ماجيك عمري ما نساه بيني بين ربي قلت ميرسي عرفت ميرسي للدنيا ميرسي لكل شيء اللي انا حققت حاجه حسين اليوم شخص تحب توجه له كلام ما امنش بيك من الاول قالك حسين ما عندك ما توصل شوف برشا ناس ما امنوش بيا برشا وبرشا ناس ما همش فاهمين يقول لك تي بالله عرفت هذيك تي بالله شنو عنده ويعمل ويسيح نقول لهم يسيح وقلت انت يعمل البوز وعمل الكالندريي وعمل الغناء بيزار اما نخدم والحمد لله عندي برشا ناس تحبني ونجحت بوحدي بذراعي بخدمتي بحبي الكبير للناس بحبي الكبير للعباد بحبي الكبير لبلادي والحمد لله ما عندي مثال شو قعدوا انتم قولوا خلي يقولوا شيء خلي يقولوا اما انا نعرف روحي انسان بسيط جدا كان هما قالوا هكا سي با غراف ما اثر فيا حتى شيء 2020 عند حسين شنو فما جديد 2020 سي الانترناسيونال ان شاء الله داكور اي قاعد نحضر ديجا في البوم معناتها بالفرنسي زين نحكيو على شل برا نحكي البوم بالفرنسي عندي غنيت زاده بالانجلي قاعد نخدم عليهم في اتصال مع معناتها دور انتاج في البرا في دبي في فرنسا دونك قاعدين نخدموا على الاشياء الانترناسيونال وفي تونس قاعد نحضر في ان غران سبيكتاكل أيه؟ حاجه باش تلم حسين دوس ممكن هذا بشي بشي صورتي باش تفهم كهو سمعت بنهايه هذوما من يلعب القوي عرست
من العقل؟ لا. قريت قريت هذا ياغ ما عنديش برشا في جغرافيا وقتها. لا ما في باليش. عارف. مش على مبروك. نقولوا على مبروك. فوالا ما في باليش. قلبك ابيض انت، قلبك صافي مع بنيل. بنيل ما عندي حتى مشكله راهو مع بنيل، بالعكس ما عندي حتى مشكله مع حد، بالعكس. ان شاء الله العقبه ليك، ان شاء الله ناكلوا برج بقليوه على قريب. ان شاء الله يعيشك. ونورتني. عايشك ربي يخليك. مرحبا بيك. ميرسي. حبينا نقولوا لها زاد احنا بطريقتنا، ان شاء الله ربي يهنيك وان شاء الله يا ربي بالذريه صالحه لنيل عبد القوي، فنانتنا اللي فجأة الناس الكل بتصور، في بالها بها كتبت صديقة، أما في بالناش بها عرست ولسة الروبة البيضاء، وفجأة الناس الكل بتصور على الفيسبوك، وخاصتنا احنا اكسكلوزيفمون ايكيب فاميليا تايم باش نحضروا معاها من أول النهار حتى الليل من تعشي وأنا مغو من العبد القوي تتصوير. ليلة العمر هي ليلة يستنوها كل زوز اختاروا بعضهم برشا محبة، واليوم احنا موجودين في سنتر كوكيت لهنا، فريق مختص في التجميل يستقبل عروسة خاصتنا متابعة حصرية لفرحتها الكبيرة. هذه الممثلة من العبد القوي هوني تحضر في روحها لليلة مميزة. بعد كتيبة صديق اللي حبته منال يكون بعيد على الأضواء، اليوم قررت تتوثق اللحظة اللي حلموا بها كل كوبل. تصويرة العرس بالروبة البيضة والسموكينج في انتظار الحفلة الكبيرة اللي باش تكون مبرمجة في جزيرة الأحلام جربة. زعمة منال اللي تعرفت بروحها الخفيفة وهبلتها كيفاش باش تخرج في تصويرة العرس. سقام العرايس حاجة أبعد ما يكون على منال، بالعكس كيما عودتنا الضحكة وتفدليك حاضرين وحتى تمخميخ زادة. بعد شوية خلط نبيل لنفس السنتر باش يكون حاضر كيما يلزم وتكمل التصويرة. رغم اللي الاثنين موجودين في نفس البقعة، هذا ما يمنعش باش يعبروا لبعضهم بمساجات على الفرحة اللي عايشينها. بعد المكياج نشوفوا منال بالروبة البيضة من عند ميما ميزون كوتور. ونبيل بسموكينج كلاس ومحبة كبيرة في عينيهم الاثنين. وتوا الوجه الكرتاج وين اختاروا يعملوا شوتينج مش بعيد على جامع مالك بن أنس. من بعد مشينا لوتيل في جامرت وين اختاروا العرايس السهرة تكون راس رويس وعشاء على ضو شمع مع فيولونيست ماسكي. في انتظار نكونوا حاضرين في السهرة الكبيرة، فريق فاميليا تايم نقولوا المنال ونبيل ألف ألف مبروك وإن شاء الله بالرفاهي والبنين. رغم حملات التوعية، رغم أنه ديما وكل قبل فصل الشتاء نبدأ نوعي ونقولوا ردوا بالكم الزنزانة، ردوا بالكم من بعض وسائل التدفية، ما تقولش مسيطر ونعرف ومتعود وتربينا عليها جديدنا وأمهاتنا وعائلتنا وأنا مسيطر عليه وما يضربنيش الغاز، ونعرف نعرف وقتاش تبدأ هكا نحس بالثقل وكل باش نخرج الكانون البرة ولا نهوي البيت ولا لا. راهو مالوغوزمون قاعدين كل عام عدد ضحايا الاختناق قاعد يكبر في تونس. اليوم باش نحكي على الموضوع هذايا ونوعي اكثر المواطن اللي قاعد يتبع فينا على هذايا. فرحان اللي يكون حاضر معنا دكتور محمد رضا عراب، رئيس الاداره الفرعيه للاسعاف وطب الكوارث بالديوان الوطني للحمايه المدنيه. دكتور محمد نورتنا، مرحبا بك. يعيشك ربي فضلك. ضيفنا زاد اليوم سي عربي البغولي، مرحبا بك سي عربي. بيك عايشك عشوك. نورتنا سي عربي. عايشك. سي عربي انت الله يرحمهم فقدت خوك ومرت خوك وولد خوك، عمره عام ونص. عام ونص. عام ونص، الله يرحمهم. تعيش ترحم. الحكاية قد إيه لها؟ عندها عامين هكاك، عامين ونص بالأخير. عندها عامين. داخلين في ثلاثة سنين محسوب.
قريبي قفل 3 سنين الله يرحمه. ميتوا 3 في الدار اختناقا بالغاز. اختناق بالغاز. شوفوا كان قلت لي في وسط الكوجينه. كوجينه. في الكوجينه. كيف فقتوا بهم؟ فقوا بهم هو في دار نساب وفهمت ولا متعدي خو ومرته. لقى الماء خارج من الكياس. اي. فهمتني. قعد يمكن ساعتين هكاك وعاود رجع نفس العمليه الماء ديما كونتيتي خارجه. مشى لمرته قال لها فهمتني لا فلانه برمشي شوفها دار خويا اختي فهمتني لا راهو الماء خارج عندهم شفويت ولا فما شكون. دققوا ما لقاو حد. قالوا خلعوا الباب. اي. يلقاوها هي ملطوخه في الواحد في الكوجينه. وخويا في الدوش باش فاقوا خاطر كي طاح جات ساقوا على الرسوال الدوش السيفونه الماء عمل كونتيتي كبيره وخرج لبرا باش فاقوا به وولدها في الصاله بدلوا في حوايج ولا شنو هي الحكايه فهمتني خاطر ما على حسب تحليلي انا اللي ريتو انا هكا فهمتني بدلوا في حوايج يا اخي ديريكت مشات هي للكوزينه حست بروحها داخل على اساس ماشيه باش تسكر دبوزه غاز ولا شنو ولا العمل ما وصلتش ديجا للغاز فهمتني طاحت لا يرحمه هذاك اللي صار فقدتوا 3 في العائله 3 في ساعه من زمان خطر كبير دكتور ورغم كما قلنا حملة التوعيه وردوا بالكم كل اللي كنا يغلب صحيح انا نحب نشكرك على طرحك الموضوع هذايا واحنا كنا فما فرصه باش نوعيوا المواطنين بمخاطر وسائل التدفئه طبعا بعد نعطيك فكره صغيره اللي هما يختلفوا شويه فما وسائل تدفئه فيها اكثر ضمان وما تشكلش حتى خطوره لاختناق لتسمم ب نسميه احنا اول اكسيد الكربون هي الزنزانه لكن فيهم مخاطر اخرين تو نحكيوا عليهم لكن احنا باش نحكيوا على الاختناق بالغاز فما العديد من التجهيزات هذه اللي تشكل خطر كبير برشا ونستعملوها ياسر في تونس هذه يطلب من كل مواطن يرد باله تفرجوا معايا التقرير هذا عملنا تقرير اليوم على وسائل التدفئه واليوم المخاتر نتاع بعض منها تبعوا معايا تقرير وراجعين بحكم طقسنا المتقلب ومع برد الشتاء الكاسح التونسي في موضوع البرد يخمم في حاجتين الماكلة والدفاء من وسائل التدفئة اللي يشريوها توينسا مع دخول الشتاء الشوفاج الكتريك والمعروف في تونس بالريسيستانس نستعملوه برشا وتبقى خطورته كبيرة في الكود سيركوي التماس الكهربائي اللي نجم يتسبب في حريق اللطف عليه كما صار في مبيت عقبة في القروان البيت تحرقت الكل أما الحمد لله جات سلامات الشوفاج بالغاز حاجة مستهلكة وموجودة في برشا ديار تونسية هو زادة من أخطر وسائل التدفئة بحكم مشكلة لوفيت في الغاز اللي إذا ما تخنقناش من غير ما نفيقوا به ينجم يتسبب في تفجير الشيميني بالفحم ولا بالحطب حاجة ياسر كلاسيك ورومانتيك أما خطرها كبير برشا ولذا كان ما نظفوهش مليح ولا ما نخليوهش منين يخرج الدخان على خاطر نجمو نشمو أول أكسيد الكربون من غير ما نحسو هذاك علاش يتسمى بالغاز القاتل اللي نجم يتسبب في الوفاة وقت يستهلك الأكسجين من الصالة ولا البيت ويتسبب في فقدان الوعي يبقى موندو الكانون وحده أما تبقى زادة ضربته ضربة كان نسينا عليه ولا كيف ما نخليوش الفحم يشعل مليح وقتها تضربنا الزنزانة اللي هي عملية اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون واللي هو غاز لا يتشاف ولا يتحس وينجم يتسبب في الوفاة كيما نقولوا ادفئوا العيشة أما لازم نردوا بالنا على خطر الأرقام في السنين الأخرى مفزعة جان في 2018 توفى في تونس 11 شخص بسبب الاختناق بالغاز الطبيعي ولا CO2 والعام اللي قبله كانت الحصيلة 33 بنفس الأسباب حسب الديوان الوطني للحماية المدنية شهر جان في 2018 الأعوان ادخلوا 181 مرة وعدد المصابين كان 368 منهم 213 حالة اختناق بالغاز الطبيعي و145 أحادي أكسيد الكربون و153 شخص وقت الدفاو كانون شوفاج ولا شيميني و133 بسبب تسريب في الغاز و95 وقت الاستحمام اجتهد حالات الوفاة بدأت مع 13 ديسمبر في دوار هجر من ولاية منوبة عائلة من 3 أفراد تخنقوا بالغاز كما توفيت التلميذة عبير بورجي في الجمعة الأولى من نفس الشهر بسبب تسريب في الغاز وفي النهار نفسه توفيت امرأة في واد مليس وفي الجمعة نفسها توفيت امرأة كبيرة 84 عام اتحرقت الدار الكل وهي راقدة مع أول 2020 بخلاف مبيت القروان اللي حكينا عليه بتاريخ 12 جانفي توفيت بنت 17 سنة بعد ما تخنقت بغاز الشوفاج في دارهم بمعتمدية الشراردة دكتور محمد أكيد تبعت معنا التقرير وعندك أكثر أرقام اليوم على عدد الضحايا بتاع الاختناق عام 2018 تم تسجيل 526 حالة بتاع حادث غاز
وعام 2019 سجلنا 627 حالة. تزيدوا بعد. تزيدوا الحالات هذه. قبل بعشرين سنة أكثر منه حالة الاختناق بالزنزانة. توا حالة الاختناق بالغاز والزنزانة ناتجة عن المعدات. الحالة متاع خوس العربي الله يرحمه، الشوديغ اللي كانت في وسط الكوجينة. دوك هذا خطر معنا أن تكون اليوم في وسط كوجينة، ولا فما حالات اللي تنجم فيما خص لي شوف بان ولا لي شوديغ. القاعدة العامة لازم تكون في البركو أو تكون في محل خارج الدار. وحتى كان تكون داخل الدار لازم تكون في مكان مهوئ جدا كما السيشوار اللي يحضوا برشا عبيد يجي ياكل هذاك يعملها شباكون الومنيوم ايتونش ولا باللوح وبالبلاغ منين مش يدخل الهواء كانت يتسكر. معناتها ما يجيش النجار يعمل لك النقبه نتاع 25 سنتي على 10 سنتي ولا 15 سنتي في الباب من اللوطه باش هو اللي يدخل الهواء نظيف ويعاود يعمل من الفوق زاده كيف كيف فضوه باش يعاود يخرج الهواء اللي فيه الغازات هذه. كي تسكر عليه منين يجي بدل الاكسجين ما عادش يلقاه في غوض الغاز. الفلام تبدا لونها زرقاء، يبدا اللون يبدا يتبدل بشوي بشوي تميل الى الاصفر او الى البرتقالي، وذاك يدلك اللي الاحتراق غير كامل. وهون يبدا الخطر، تطفى الفلام ويقعد تسرب الغاز. هون فما خطر تسرب الغاز، انسان يختنق في سعفيس ويزيد يكمل يتسمم باول اكسيد الكربون وقت تكون الموت معناتها سريعا جدا. شو يحس اول حاجه؟ اول حاجه يبدا يحس راسه يوجع من غير سبب. يقول لك بون لعل انا ضربني هواء، لعل تعبت أخر لعل اخر نهار، لعل ضربني الضوء، انا كنت نخدم على الاورديناتور. يبدا يلوج فيه اعذار ومن بعد فتره معينه بعد بعض الدقائق يولي يحس في نفسه هكا كاين وراسه بدا يلعب هكا بدا يدوخ. حتى كي يجي باش يتحرك ما عادش ينجم يتحرك، ومن بعد العضلات كلها ترتخي حتى كي راه الباب ما نجمش يهرب. ماشي نعطيك دكتور لي كان اللي يصيروا اللي يقول لك عندي الكانون شبيك شويه محلول حتى كان خذيت لي عيني تو نقوم نلقاها طافي نخرجوا البيت الاخرى ما تصير لي شيء. اذا كان الشبيك شويه محلول هو اللي نجم ينقذ اليوم. هو لازمنا نفهمه كل حاجه تحترق لازم الهواء النقي يجي من البر. اذا كي انت باش تحط كانون ما تسكرش الباب، لازم ديما تخلي 10 سنتي. اما كي الغاز يتحرق يخرج زيادة غاز ثاني اكسيد الكربون. صحيح ما يضرش ماهوش يسام، لكن كي يرتفع النسبه كبيره ياخو مكان الاكسجين، ينقص نسبه الاكسجين نعاود نجيو في الاختناق. اليوم فما شكون تخنق بالغاز قدامي. اليوم كيفاش نجم نعاون ونقدم له الاسعافات؟ والا فما شكون زاد نسمعوا نقول لك ديخ شويه بالغاز، اما هو الحمد لله قام شربني شويه ماء حلينا الشباك تنفس اهو لباس لبيناتنا لباس عليه سيء ما غير ما نعاود حتى نمشي نهزوا للطبيب علاش نسيه مادام قام لباس الحمد لله منعم. احنا في كل حالات الاختناق لازمنا نسرعوا بالاعلام الحمايه المدنيه على الرقم 198 وهو رقم مجاني ما تخممش في هذا يتهز يجاوبك. اول حاجه تمشي ساعه السباله نتاع التزود بالغاز للمحل هذاك تمشي تسكر ما لقيتوش ما تضيعش الوقت، تاخو شوليقة بالماء، شوليقة تبلها بالماء، تنفس بعيد، تجبد الهواء بالكدا، تحطه على خشمك، تجري برشا، تحل الشبابك والبيبان، ما حبش يتحل الشباك، كسر فصل البلار، لازم يدخل الهواء يعمل كوروندير باش يطيح، ما كانش أنت بيدك تعرض روحك للخطر. في حالة أنه فما شكون كان معاه وفيق به بدا ولا فيق بالغاز بدا باش يسكر الكل، شو الإسعافات الأولية اللي نجم نقدمها أنا؟ أول حاجة ساعة نقوم نحطوه في مكان مهوئ، كان الشخص هذا في مكان فيه الهواء بعيد عن المكان اللي فيه الخطر، ونعلموا الحماية المدنية أو الطب مصلحة الطب الاستعجالي على رقم 190 أو أقرب طبيب كان واحد عنده نمره نتاع طبيب ينجم ما نشربوش ماء وقتها فما شكون يقول لك شربوا ماء ما نجموش نعطيو الإنسان عنده اضطراب في الوعي وتشربوا في الماء، وقت إنسان عنده اضطراب في الوعي ما عادش فما تناسق ما بين الحركات هذه في بقعة تعطيه يشرب الماء في أوضة يهبط له في الجهاز الهضمي بتاعه يهبط له في الجهاز التنفس يزيد انت تعكر له الحاله نتاعو ونجم يزيد يختنق وقت الحاله تكون اخطر برشا. كل انسان خدوده حمارو ولاو عنده بقايا هذه حمر كي روج بوردو يميل الى الزرقيه ذاك يدل على علامات التسمم، يجب نقل القسم الاستعجالي. وراهو احنا ديما نعاودوا نقولوا خاصه بالنسبه للنساء الحوامل ولا بالنسبه للولاد الصغار راهو ينجم ياثر له على بعد. شكرا لك دكتور نورتني. بارك الله فيكم الكل. يعيشك يا سعدي نورتنا مرحبا بكم.